يلا بينا على الراديو 90 90، وفاضل لنا ايام وندخل 2022. علشان كده من الحاجات المهمه اللي الواحد بيفكر فيها في اخر السنه ان هو يغير عاداته لعادات احسن. لو في عادات سيئه متعود عليها ممكن يفكر كده انه لا، انا السنه الجديده هكتسب عادات افضل وهحاول اغير من السلوكيات او من الحاجات اللي انا بستخدمها وممكن تكون بتضرني. بالظبط كده. عشان كده احنا يعني يمكن كنا قبل الفاصل بنتكلم عن مشروع ويل وورلد، وده المشروع اللي بيقدم منظفات صديقة للبيئة. وقد ايه يعني اتكلمنا عن اهمية اننا ننظف بيتنا بمواد طبيعية صديقة للبيئة، اكيد مش بتكون مؤذية لينا ابدا ولا لصحتنا. هنا شمسي الحقيقة انها من يعني اللي جربوا او قرروا ان هم يجربوا المنظفات صديقة للبيئة، عشان كده عايزين نعرف تجربتها مع ويل وورلد ومع استخدامها للمنظفات اللي من مواد طبيعية. فهي معانا دلوقتي على التليفون. مساء الفل يا هنا. ازيك، عامله ايه؟ ازيك يا هنا؟ زي الفل. عايزين نعرف قصتك ورحلتك مع المنظفات الصديقة للبيئة، اكتشفتيها ازاي؟ انا بصراحه يعني كانت احلى اكتشاف، عشان انا اكتشفتها اولا على انستغرام هنا. الصوت بس استاذنك بيبعد ويقرب، فلو يعني تكوني بس في مكاني. كده تمام. اوكي، انا اكتشفتها على انستغرام بيج بتاعتها وورلد ويز هنا. احلى اكتشاف بالنسبه لي، عشان انا هنا صوتك بيقطع، فممكن تغيري مكانك عشان احنا مهتمين جدا نسمع قصتك. اوكي حاضر. جربي تكلمي معانا كده احسن. احسن، ممكن نجرب. بتقولي انه احلى اكتشاف انك اكتشفتي المنظفات صديقة للبيئة من ويل وورلد. على انستغرام، على الصفحة بتاعتها اللي اسمها ويل وورلد ويز هنا. تمام. وكان بصراحة بالنسبة لي حاجة مهمة قوي انه تكون موجودة في مصر، عشان انا قبل كده كنت عايشة في برا مصر، وكنت بستخدم هو زي صابون الغسيل. وكان لما رجعت مصر ما كنتش لاقيه بديل لحاجه طبيعيه من غير كيماويات وكده. وبعدين بصراحه لقيت برضو انه هي عارضه كل حاجه، يعني مش بس مثلا حاجه لغسيل اللبس او كده، لا، هي كل حاجه ليها دعوه بالبيت هي موجوده عندها. يعني زي ايه مثلا لقيتيها هنا؟ يعني انا بالنسبه لي كان في الفتره اللي اكتشفتها فيها كنت لسه والده بيبي جديد، ما شاء الله، كانت ابتدت تزحف على الارض. فكان بالنسبه لي مهم قوي انه ما نضفش الارض بحاجه فيها كيماويات. انا شخصيا بهتم قوي بالبيئه وايه اللي بيدخل جسمي، فدي حاجه مثلا احنا ما بناخدش بالنا انه هي ممكن تغير في الدي ان اي او الهرمونات بتاعتنا، ودي حاجة بنستخدمها كل يوم. عندك حق. عايزة بصراحة كنت قلت قبل كده انه احلى اكتشاف انه حاجة مهمة قوي بالنسبة لي في بيتي، وبالذات في الغسيل اللبس، عشان دي حاجة بتكون على بشرتنا. صح. فبستخدم مثلا من هنا، اولا اهم حاجة بالنسبة لي هو الصابون بتاع الغسيل اللبس. بستخدم السبراي اللي بينظف كل من هو بقى خشب او رخام في المطبخ او في اي حته من البيت. بستخدم عندها زي باودر كده للسجاد، بتبيع السجاد وبعدين ممكن تنظفيه. فكل حاجه متاحه عندها بصراحه. طب هنا بتحاولي انك تنشري الفكره لاصحابك وفي العيله؟ يعني اكيد ممكن بعضهم يشوفوكي مثلا ايه دقيقه قوي وعايزه كل حاجه مظبوطه قوي وصديقه للبيئه قوي، ولا بيشجعوكي اكتر؟ لا، في كده وكده، بس بالذات اللي فيه اقبال اكتر على الموضوع ده كل صحابي الامهات اللي هم عندهم اطفال، وبالذات في اطفال وكبار بيعانوا مثلا من امراض جلديه خفيفه، يعني مش امراض او حساسيه مثلا، حساسيه وكده، فمثلا بيكونوا عايزين يلاقوا بديل
لصابون الغسيل العادي اللي احنا بنستخدمه. انه ده بيفرق كتير بالذات مع النيو بورنز اللي بيكونوا البيبيز اللي لسه مولودة. تمام. فدي حاجة مثلا انا برضو يعني كنت يعني على عندي جروب واتساب في امهات كتيرة كانوا برضو كذا حد اتكلم على وورلد ورجحها يعني لصحابنا كتير. هنا هل بتلاقي المنظفات الطبيعية أو اللي من مواد طبيعية بتكون بنفس الفعالية بتاعة المنظفات اللي كلنا متعودين عليها أو عارفينها اللي هي من مواد كيماوية؟ بصراحة وأحسن. يعني أنا من النوع بصراحة اللي ما بحبش الحاجات اللي هي فيها ريحة جامدة. تمام. عشان ده برضو بيأثر. دي حاجة احنا ما نعرفهاش, البيرفيومز والحاجات دي كلها بتأثر في جسمنا وبرضو كبار وصغيرين. فدي برضو من الحاجات اللي هي كل حاجة هنا ريحتها مش جامدة. ولو انت حابة يعني هي في عشان هي كلها طبيعية, فانت لو حابة مثلا تزودي عليها ريحة انت بتحبيها ممكن تحطي عليها الزيوت الطبيعية مثلا لافندر, اي حاجة ياسمين, لو على حسب اللي انت حباه. حلوة قوي. كده لا هي احسن كمان بصراحه عشان هي كمان بتحافظ بقى على الحاجات اللي في البيت احسن, يعني الخشب والرخام وكده هيقعد معاكي اكتر عشان كل دي حاجات طبيعيه وهو اصلا الحاجات دي معموله من حاجات طبيعيه. صح صح جدا. عشان نبدا سنه جديده كده واحنا بيتنا احلى واجمل ومستمتعين بيه وبكل تفاصيله يعني. الله. وعندنا فضول نعرف بناتك ما شاء الله اسمها ايه؟ اسمها دليلة, عندها 3 سنين. ما شاء الله. ما شاء الله. ربنا يحميها يا رب, ودايما كده بتاخدي بالك من البيت ومن صحة كل اللي في البيت. و 2022 تبقى خير عليكي بإذن الله وعلى مصر كلها. إن شاء الله كلنا نبتدي ناخد بالنا من نفسنا ومن البيئة بتاعتنا ويحصل توعية أكتر في الموضوع ده. إن شاء الله. أكيد. احنا بنشكرك جدا على وجودك معنا هنا شمسي, نورتينا ومبسوطين بتجربتك جدا. شكرا قوي. شكرا لك.